السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، ibu bapak hadirin dan hadirat jamaah peringatan Maulid Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan, yang disayangi, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul, kita bisa bersua, bermuwajahah di tempat yang mulia, di tempat peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertepatan di rumah kediaman Ibu Ida dan keluarga besar beliau, dari mama beliau dan saudara beliau dan anak-anak beliau juga. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini, duduknya kita di sini membawa keberkahan untuk sahibul hajat, untuk orang yang mengadakan acara ini, dan mudah-mudahan untuk tetangga-tetangga beliau. Mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Sebelum mulai acara ini, mari kita tundukkan hati kita sejenak, meminta, memohon kepada Allah dengan berkat maulid, dengan berkat kita memperingati akan kelahiran dari seorang nabi, dari seorang rasul yang sangat dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan segala hajat kita semua dikabulkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tundukkan hati kita sejenak. على هذه النية وعلى نية صالحة على من به سلف صالح. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مولد عزب. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فضل الله سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وانصار رسول الله مهاجرنا مع رسول الله ثم الى روح المهاجر احمد بن عيسى ووصولهم وفروعهم ثم الى روح الفقيه المقدم محمد بن علي بعد وصولهم وفروعهم وجميع ساداتنا علي بعد وصولهم وفروعهم اهل الزنبل واقدر والمبارد من البشر الباقي وشبيكه والمعلى وصولهم وفروعهم وجميع اولياء في بقاع الارض من مشارق الارض الى مغاربها ثم إلى أرواح أولياء ولي صنع في جوا أصولهم وفقهم ثم إلى أرواح هذه البلدة من أموات المسلمين والمسلمات ومن خصوصا إلى روح صاحب المولد العزب شيخ محمد العزب أن الله يتقشم جميع برحمة يعني دروا الجنة ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم في الدنيا والدنيا والآخرة لهم الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على ولد يا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على ولد يا من يخطب وصاله يغزة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على ولد الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك يا رب صل على محمد ما لاح في الأفق نور كوكب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب صل على محمد الفاتح الخاتم المقرب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد المصطفى المجتبى المحبب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد ما لاح بدرا وغاب غيهاب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم
وصل على محمد مارح نصر بالنصر قد حاب يا ربي صل على محمد يا ربي صل على يا ربي صل على محمد ما سارت العيس بطنا سب ساب يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد وكل من للحبيب ينساب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد وكل من للنبي أصحاب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان أذناب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مذهب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوب يا ربي صل على يا ربي صل على محمد أعلى البرايا جاها وأرحابا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أصدق عبد بالحق عراب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد خير الورى من حاج وأصواب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد ما طير يمن غن فأطراب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي قد أوجد من نوري نورا به عم الهدى سبق العوالم في الوجود بأسرها فالكل منه في الحقيقة مبتدى أعني بذلك نور من سد الورى وذكت عناصيره الشارفة محتدى المصطفى خير الخلائق من سما وعلى على فلك السيات سددا صلى عليه مسلما مولاهما عن له والصحب ما نجم بدا هو رحمة للعالمين هو رحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى هذا وأرجو الله من إفضاله عونا على نظمي لمولد أحمد كيت عاش الأرواح عند سماعه وتقلد الأسماء درا نددا يا رب عطر بالصلاة ذريه وادم عليه السلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اعلم بأن الله قد دار سابقا تكوينه هذا الجناب المفردا إذ قال جل لقبضة من نوره كوني بقدراتنا الحبيب محمدا فهو الحبيب المجتبى قدما كما قد صح هذا بالدليل وأسندا وعليه في الأزال النبوة أفرغت ولنا به المولى المعظم أسعدا وبوجه آدم لحى هذا النور إذ خرت ملائكة المحيمين سجدا ولسائر الأصلاب منه منقل حتى استقر بوالديه وأيدا وحمى الإله من السفاح أصوله وعلوا به شرفا آثلا أمجدا ولوالديه الرب قد أهيا كما قد جاء هذا في الحديث وأيدا قد آمن حقا به فاستوجبا كل النجاة وبالجنان تخلدا فهو يقينا ناجيا ومن يقل بخلافين ضل السبيل وأبعدا وكذا جميع أصوله مأواهم دار النعيم كما رواه من اهتدى يا رب أمطر بالصلاة ذريه وادم عليه السلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فهو النبي محمد بن الذبيح من كان عبد الله كهفا سيدا وبعبد مطالب أبوه لقد دعي وهو ابن هاشم الجواد المقتدى عن ابن عم عبد مناب من ينتمي لقسي بن كلاب مجل الصدى وهو ابن مغة نعجك به للذي لؤي نسب البن الغالي بن العيدا ذاك ابن فهر من أبو مالك قد كان حصنا للأنام وضدا السيد بن ناظر مفرد عصره من بالنضارة والجمال
تفردا. هذا وابن كنانة ابن خزيمة من بفخار السماء وفاق الفقدا. وهو ابن مدركة ابن الياس الذي في صلبه سمع النبي موحدا. يعزى إلى مضغ وهو ابن نزارهم عن ابن بعم ابن معاد من رشدا. وهو ابن عدنان إمام منتقى من للذبي له انتساب نكدا. هذا والنسب الذي تبق عليه ومن يخذ من بعد خالف وانتدى. وإليه قد كان مشفأ ينتهي ويكذب نساب مهما عددا. وهو الذي فرض علينا حفظه وكذاك كل مكلف قد وحدا. أكرم به نسبا بأقض نظامه وهلام فاخر الوجود تقلدا. يا ربي اعترف الصلاة دغيها عليه السلام ذات المدى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى هذا. ولما أن غاد إلى هنا إظهار سغى المسون الأسعدا. اختص آمنة الرضا أما له ولها به أما الهنا وتعبدا. حملت بجوهر شريف وما سخت ثقلا ولا وهنا بها طول المدى. وهواتف الرحمن قد هتفت بها وبسائر الأكوان قد سمع الندى. وتقول يا بشراك قد نلت المنى وحملت خير المرسلين الأمجدا. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبليلة حمل معظم فتحت جنة فردوس وطابت موردا. والملك والملك ذو فيها عطرا والأنس وفاسق تجددا. وبعامها قد عم الخصب في الورى من بعد جدب للبغية أجهدا. وتبشرت بالشرق والغرب أوس وبصفا طير المصاغة غردا. وهي للشرك أصبحت أصنامها منكوسة وهوال لن يجهدا. وبعام فضل لقب ذا العام كم من فتوعة به لن تعهدا. وجميع أحبار غوت أخباره وزهابها وجه الزمان توغدا. وتقول حان ظهور بدر سعد من افق العلا لنغى الحبيب ونسعدا. في عامي كل النساء كرامة للمصطفى حملا ذكورا رشدا. ولكم به ظهرت عجائب جمة عنها لقد ضاق النطاق تعددا. يا ربي أطر بالصلاة دريه وادم عليه السلام ذاتك سرمدا. اللهم صل وسلم سلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام علي زين الأنبياء. السلام علي الأنبياء. السلام علي زين الأنبياء. السلام السلام علي زين الأنبياء.
Tuhan
إنجائي غطى ولقب الله القافي ربنا القافي قتلنا القافي وجدنا القافي بكل القافي قافنا القافي وإلى القافي الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك لي ولالي اللهumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad man ana laulaku kaifa ma hukuku كيف ما أخلاقو من أنا Oh,
علي وباري علي ولالي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Rohatil atiyar utasyadu filayalil maulidi wabarikun nuri abadu bimaani ahmadi. Rohatil atiyar utasyadu filayalil maulidi wabarikun nuri abadu bimani amadi. Wabarikun nuri abadu bimani amadi. Wabarikun nuri abadu bimani amadi. Bilayalil maulidi, bilayalil maulidi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Semua bernafsa furia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka. Penuh suka duka. Rohatil atiyar utasyadu filayalil maulidi wabarikun nuri abadu bimani ahmadi. Rohatil atiyar utasyadu filayalil maulidi wabarikun. Wabarikun nuri abadu bin ma'ani ahmadi. Bilayalil maulidi, bilayalil maulidi. Dua bulan di kandungan wafat ayah andanya. Tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada disusu dia lima. Enam tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh, penuh suka duka. Yang penuh suka duka. Rohatil atiyar wabarikun nuri abadu bimani ahmadi. Wabarikun nuri abadu bimani ahmadi. Bilayalil maulidi, bilayalil maulidi. Delapan tahun usia
meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil pengembala, dagang saat remaja. Umur 25 memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Mempersatukan bangsa saat meletakkan batu Hajar Aswad mulia. Genap 40 tahun mendapatkan risalah. Ia pun menjadi rasul akhir palaan dia. Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka. Hati aku tak jaduh di layalil maulidi. Sayyidina Nabi wa Jamil.
كف المصطفى كالورد نادي الله الله وإطرح يا مقى إذا مست أيادي الله الله كف المصطفى كالورد نادي الله الله وإطرح يا مقى إذا مست أما نوالها كل العباد وأما نوالها كل العباد وأما نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البلاد يا ترى المؤمن
يقين فنان لرسول الله. اللهم صل وسلم وبارك علي وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه. النبي صلوا عليه صلوات وينال البركة كل من صلى عليه. النبي هادرين إلهو علم اليقين. النبي هادرين إلهو علم اليقين أن رب العالمين فرضا صلى عليه. النبي صلى عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه. النبي يا من حضر النبي خير البشر. النبي يا من حضر النبي خير البشر ونناله القمر ونزل صلى عليه. النبي صلى عليه وينال البركة كل من صلى عليه. النبي ذاك العروس ذكره يهني النفوس. النبي ذاك العروس ذكره يهني النفوس. النصارى والمجوس أسلموا بين يديه. النبي صلى عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه. الحسن ثم الحسين النبي قرة عين. الحسن ثم الحسين النبي قرة عين. نورهم كالكوكبين جلوهم صلى عليه. النبي صلى عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه ونادي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. من حمده لما مضى شعران قد وافى المنون أبا النبي الأجودا وبطيبة قد كان ذلك مذأتا أخواله من أغل شام مسعيدا وأقام فيها عنده متوجعا شهرا سقيما صابغا متجلدا
وضغيه قد أشركت أنواره من زاغه نال المنى والمقصدا ولدى تمام حمل 19 حانت ولادة من أتانا مرشدا وتعرجت هذا أرجو هذا كون من نفحاته وبدا الحبور مجددا وتنفست أنوار صبح طلوعه حتى غدا ليل الضلال مبددا ولأمه في الطلق جاءت مريم وكذاك آسية التي منهت هدى وأتى من الفردوس سهور معهما ليكون تانيسا لا وتوددا فهنا قد جاءت مخاض فأبرز شمس الهدى خير الأنام اللوهدى. محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صل يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا أسرى قلت ابتهاجا في وجود المصطفى من وديئة للكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام سلام عليك يا نبي سلام عليك صلوات الله عليك فتركوا يا للمسالي فهزروا يوم ورد بديع بجمال فقفي الحسن تفرع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام ولد البسرى بساد مستمر ليس يلفت حيث أوتينا عطاء جمعا فهر المؤبد الله يا WHA-
ذهب بوجودي مصطفى الهادي محمد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات عليك. مرحبا مرحبا بك إلا بك الزعل، بل مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا وبدائي يا إلهي، مرحبا جود وبلي كل مرصد، مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا يا طال صيدي، ودنا نجا سبيلي يا الله، كي به نزعى ونرسل يا الله، ربي بغفر لي ذنوبي أمين الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أصاب تحير قلوب تهيج الأشيان، والله كان أثنى عليه بما يساوي قوله أو يكون الثناء، وما يساوي قول منا أو يكون ثنانا، لكن حب بالسغاء كان دعا لمن صفة ربنا وحدانا، فإذ امتجرنا بمودة هؤنا نغفى أيدي فقرنا وغجانا، للواحد أحد عليه إلهنا
متوسلين بمن إليه دعانا واختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به لو حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبل أجب دعوانا. أنت لنا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا في أخرانا. أصلح لنا الأهواء واغفر ذنبنا ولا تؤاخذنا ربنا أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أغنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين غضا ترعانا واغبط بي في كل حال حبلنا وحبل مودة وموالانا واسلك بنا واقبض بي في كل حال حبلنا وهبالا من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا واذهق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا هانان بين يديك أن تتغانا ولقد رجوناك وحقس لنا واسمع بفضلك يا سميع الدعانا. وامضغ إلينا واسكن كأس الهنا واشكي وافي وعافي وعاجلا مرضانا. وإلى هنا كتم ما غنه من نظم مولد زان متفقدا ونسأل المولى مقدس ولنقل يا من إليه ممتهى ومبتدى ندعوك يا غوث العباد بجيك بخطب لنا معينا منجدا وعلى عوادك حسن فاجرنا فالكل أضحى بجامين معودا وبمن أعمل يا كريم فجر لنا فضلا وكل بالجور منك مزودا والنم بصرف النفس عن شهوتها وكف آدم بهوى تكيدا ومن الجرائم تب علينا واغفر لكل إمام كل ما جنى وتعمد وامن بعافية لمغضانا وجب اللطف يا من بالمكارم عودا وبحية إيمان حل قلوبنا ولها بأنواغ المعارف سعيدا إلى سواك فلا تكل واسكن قيسا وقيسا للبغية جيدا وسما طه واخذل خيرا واخذل لمن قد غامس عنه وغدا وكذا بلاد المسلمين وفضلها جمعا وبالفرج قريب تعهدا وانظر إلى سلطاننا بعناية انصر به شغل حنيفا ومهدا لننا ثب وقوي يقيننا كيما يقين ما نحذر غدا ونفوز من خير الوغى بشفاعة ونوز بجنة عدد مقعدا لعبدك أزاي فكير محمد منشي داري في النافي داري كرامة خليدا ودين حسن الله ومنشي في داري كرامة خليدا ودين حسن جواري بطيبة وارزقه سرا سواك مجردا ولوالدي واغفر كذا ذرية من ستر الجميع معبدا وشيوخا وحبة لقار وسلام يسر إليه ممجدا ولمجري هذا الخير واشكر سعيا وجهه في مهد قبل ممهدا وجه دعانا ودعاء تهب لنا حسن الختام فصلى تخلي موعدا وصلاة مولانا تسليما على اشكى شبيل الباغية قد هدى والال واصحاب محبة صبا فاملات الغصن الغتيب املدا سبحان ربك رب عزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita tahlil, kita hadiahkan kepada almarhum Haji Utuh Syukur bin Dulasan dan juga Ibu Nurainah binti Haji Utuh Syukur. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الذين آمنوا تنمى قلوبهم بذكر الله لا بذكر تنمى قلوب أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أوصل وبلغ وتقبل وتقبل ما قرأنا من القرآن العظيم وما هل من قال لا إله إلا الله أما سبحنا من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وصلنا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس مبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة نقدمه للحضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولكل الصحابة لرسول الله أجمعين ووالدينا ووالديكم أمهاتنا أمهاتكم أمهات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى غوي أجي أوتو شكر بن دلسان ثم إلى غوي هجي ثم إلى غوي نور عينه بنتي هجي أوتو شكر اللهم وجميع شر والدين والدين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة منازلهم ومساكنهم يا أرحم الراحمين أوصل اللهم الثواب ذلك منا إليهم واجعل نسرة بين أيديهم اللهم جيكا له من النار وحجابا له من النار وشراء له من النار وبكاكا له من النار اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم مفرة من أفراغ النيران صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هدى أما بعد الحمد لله atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua sehingga pada malam hari ini pada detik ini kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di sini dalam satu tujuan yaitu adalah memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih kalimat maulid itu kita pahami apa? Maka Sayyid Al-Alim Al-Muhaddis Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki salah satu daripada guru saya beliau mengungkapkan maulid itu adalah ibaratun satu ekspresi satu ungkapan satu apa pembuktian dari apa daripada alal afrah daripada kegembiraan kebahagiaan yang mana ungkapan itu diungkapkan karena datangnya bulan maulid yaitu bulan kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maulid itu bukan daripada sesuatu yang mana gambaran kita itu adalah sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang tidak ada dasar. Pernah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pada waktu itu pada hari Senin beliau ini berpuasa. Maka sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa pada hari Senin?" Maka beliau menjawab, "Dzalika ulidtu fihi." Maka hari Senin itu pada hari Senin itu aku dilahirkan ke muka bumi ini. Artinya beliau pun bersyukur atas nikmat kelahiran beliau dan pada waktu itu beliau berpuasa pada hari Senin. Karena hari lahir beliau adalah hari Senin. Nah, begitu juga dengan kita. Karena kita ini adalah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dan ungkapan rasa syukur kita adalah dengan kita memperingati
hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apakah salah kita ini bergembira dengan adanya lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dunia yang kita saat ini berada? Kan? Artinya kalau seandainya kita ditanya, kenapa engkau kenapa dilarang kita berbahagia menyambut kelahiran Nabi? Maka kita tidak akan bisa menjawabnya. Ya? Artinya melarang kebahagiaan kita dengan adanya lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang baik. Ya, jadi kita ini bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan kita mengadakan acara ini. Ya, acara yang kita adakan ini adalah salah satu ungkapan rasa cinta kita, rasa syukur kita dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini coba kita bayangkan. Kita saat ini duduk dari jam 8 tadi sampai sudah ini lewat jam 9. Ya. Kalau kita itu hitung-hitungan akan ekonomi, hitung-hitungan duniawi, maka berapa banyak sudah mungkin pekerjaan kita yang kita tinggalkan, atau mungkin apa yang bisa kita kerjakan di rumah kita sudah tinggalkan. Dan bahkan saat ini sahibul hajat yang membuat acara ini, ya, dari beberapa hari sudah mempersiapkan daripada makanan konsumsi, kemudian daripada acara, daripada tenda ini, kemudian lagi hari yang tadi pagi tadi sampai malam ini mempersiapkan bagaimana acara ini, ya, daripada menggantung akan makanan yang diniatkan untuk sedekah, ya, kemudian lagi memberi makan kita nanti setelah acara ini, itu semuanya adalah tidak ada hitungan-hitungan duniawi. Yang mana mungkin kita kalau kita mengadakan acara kawinan atau pesta perkawinan atau pesta pernikahan, mungkin ada bayangan setelah acara ada mendapat amplokan. Ya kan, nanti ada bayangan itu bahwa nanti kalau kita mengadakan acara, kemudian kita capek, kemudian kita mengeluarkan harta berapa, kemudian nanti ada bayangannya itu setelah acara itu. Mungkin. Nah, ada juga kalau kita mungkin akikahan. Ya, kita menyembelih kambing, kita mengadakan acara, kemudian kita memberi makan. Mungkin ada bayangan setelah acara itu ada yang akan kita dapat. Tapi pada malam hari ini, pada malam hari ini sahibul hajat yang mengadakan akan acara ini, itu tidak ada sedikit pun harapan itu. Coba selesai kita acara ini, setelah kita makan, yang paling capek tadi itu ada sahibul hajat yang punya akan acara ini, dan tidak ada yang mana dapat bayangan apapun, paling ucapan terima kasih. Ya kan? Ucapan terima kasih yang kita ucapkan kepada beliau. Itu pun dengan kelelahan, dengan capaian beliau, beliau tidak memikirkan itu. Yang ada cita-cita dan niat beliau adalah ingin bergembira menyambut hari kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang mana beliau adakan acara ini. Ya. Dan ini Nabi kita Nabi Muhammad itu sudah diceritakan sebelum Nabi Muhammad ada beberapa ratus tahun. Itu ada seorang Nabi, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Beliau di dalam ayat Al-Quran itu disebutkan, kata Nabi Isa, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, nanti datang setelah aku, kata Nabi Isa, yang mana seorang itu yang bernama Ahmad. Ahmad itu kalau kata guru kita bahwa Ahmad nama Nabi kita Nabi Muhammad di langit bis sama wa fil ardi Muhammad. Kalau di bumi adalah nama beliau adalah dengan nama Muhammad. Sehingga Nabi Isa sendiri pun menceritakan tentang datangnya Nabi Muhammad. Nabi Isa pun menceritakan akan itu. Nah, maka wajar
kita sebagai umatnya Nabi berbahagia menyambut itu. Sampai-sampai di dalam kitab Maulid Al-Barzanji pun disebutkan bahwa ketika Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir, kakek beliau wa aulama wa at'ama, ya, beliau mengadakan satu walimah. Bukan cuma walimah saja, tapi wa at'ama, memberi makan kepada yang hadir pada saat itu. Kenapa? Karena ingin supaya memberitahu kabar gembira bahwa cucu beliau lahir pada saat itu. Ya kan? Nah, kita lihat acara ini isinya membaca Al-Quran, isinya memuji Nabi, isinya bersalawat kepada Nabi, isinya menceritakan sejarah Nabi, isinya tentang syiar Allah Subhanahu wa taala dan syiar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isinya acara ini adalah silaturahmi. Isinya acara pada malam hari ini adalah kita itu saling bersedekah. Ya kan? Tuan rumah sahibul hajat memberikan sedekah kepada kita. Yang jelas tadi yang digantung. Ya kan? Yang ada di gantung kita tadi itu semuanya adalah niatnya sedekah. Ya, bukan cuma anak-anak, saya pun juga berebut, ya kan? Anak-anak apalagi anak-anak, ya. Ya, yang tuanya juga bisa berebut. Ya, walaupun itu makanan-makanan yang kalau seandainya kita beli, sanggup aja. Bahkan satu kotak pun bisa kita beli. Cuma karena apa? Karena itu yang dibacakan di dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ada kelebihannya dan ada bedanya. Ya. Ya. Nah, jadi di sini belum lagi kita hitungan baru hitungan sedekah yang kecil tadi. Belum lagi memberi makan sampai kenyang seorang hambanya Allah. Kan? It'amul ta'am, memberi makan kepada orang yang hadir pada saat ini. Memberi makan sampai kenyang itu sudah pahalanya besar sekali. Sampai-sampai itu di ada satu dalam riwayat itu Gunung Uhud itu kalau seandainya dijadikan emas dikasihkan sama orang yang memberi makan itu pahalanya memang pantas itu. Dan coba memberi makan. Ya. Walaupun kita ini ada yang sudah makan. Walaupun kita di rumah juga ada yang kita menyantap makanan. Tapi di sini itu makanan yang disajikan di dalam satu acara yang acara itu adalah memuji bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu beda. Itu beda. Ya. Yang mana ada kemarin dapan apa bukan kemarin atau beberapa hari yang ini ada dapan men-share di dalam grup kita itu ada tentang kelebihan atau fadilah membaca Maulid Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Ni'matul Kubra. Ya, di dalam kitab Ni'matul Kubra itu disebutkan bahwa ma mil minhin, ya, tidaklah ada satu yang di situ ada garam. Ya, ada satu daripada garam. Tahu garam ya? Garam tahu? Garam itu yang asin, itu garam itu ya. Nah, tidaklah daripada sesuatu daripada garam yang dibacakan akan Maulid di sini aja yang kita yang nomor 7 itu ya. Dari Imam Ma'ruf Al-Qurhi, man hayya ta'aman li ajli qiraati maulid nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saya memberikan akan semangat bagi orang yang mengadakan peringatan maulid. Man hayya ta'aman li ajli qiraati maulid nabi sallallahu alaihi wasallam wa jama'a ikhwanan wa auqada sirajan wa labisa jadidan, apalagi wa tabakhara wa ta'attara ta'ziman li maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam hasyarallahu yaumal qiyamah ma'al firqatil ula
minan nabiyyin wa kana fil a'la illiyyin. Artinya, barang siapa yang menyediakan makanan, menyediakan makanan yang ini, yang mungkin ada ibu-ibu tercium aroma, ya, aromanya itu yang dekat-dekat rumah beliau, ya kan? Apalagi saya di sini yang di belakangnya, apa namanya, di belakang saya yang berbuat, ya, terciumai di sini kan? Nah, aroma terapi, aroma makanan. Ini barang siapa yang menyiapkan makanan untuk pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengumpulkan orang. Kumpul enggak kita ini? Dari ujung sana ke ujung sana nyatai kumpul. Ya kan, kalau tidak kumpul itu berarti satu orang aja. Ini enggak, ikhwanan berarti banyak. Ya, mengumpulkan saudara-saudaranya. Kemudian menyalakan lampu. Nah, ada lampu sorot. Ya, ada lampu. Terang ini kan, menyalakan lampu. Kemudian lagi memakai pakaian yang baru. Ya, alhamdulillah. Ya, ini saya juga pakai pakaian baru ya, walaupun dikasih ya. Ya, nanti insyaallah malam Rebu nanti kita pakaian baru serentak kita, ya kan? Kita memerahkan berbas, ya. Artinya pakai baju warna merah lah gitu artinya. Nah, kemudian al-bukhur, memasang harum-haruman. Nah, tadi yang dibakarnya dapan tadi itu namanya bukhur. Kemudian wangi-wangian yang dibagi Jailani tadi. Nah, itu sudah kita dapat wangi-wangian. Kemudian apa tujuannya semua itu? Karena mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah akan mengumpulkannya pada hari kiamat bersama golongan orang-orang yang pertama di kalangan para nabi, dan dia akan ditempatkan di surga yang paling atas. Amin Allahumma amin. Han, coba. Artinya fadilahnya orang yang memberi makan, yang menyiapkan makanan, kemudian berwangi-wangi mengumpulkan orang banyak, kemudian lagi dia itu apa namanya niatnya untuk mengagungkan Maulid Nabi, itu insya Allah kita akan digolongkan, dimasukkan dalam golongan orang-orang yang golongan pertama masuk surga. Kita ini Bapak Ibu, coba kita lihat, ada orang-orangnya biasa, tapi dia itu ikut rombongan yang diistimewakan. Maka orang yang biasa ini pun menjadi yang teristimewa. Ya, contohnya misalnya adik saya tukang foto nih, ya. Tapi karena ikut rombongan wali kota atau ibu wali, wakil wali kota, kemana-mana diistimewakan, dapat fasilitas mobil kah, atau dapat mobil apa, ikut rombongan di dapat mobil ikut wali kota kah? Kenapa? Karena dia ikut rombongan yang di situ diistimewakan. Nah, kita orang yang biasa. Ibadah kita tidak seberapa, tapi kita dimasukkan dalam golongan para nabi dan para rasul. Maka kita pun akan diistimewakan masuk ke dalam surga, itu dalam golongan yang pertama. Ya, bahasanya itu PPP, panjang pipinya itu IP, ya kan? Teristimewa kita. Kenapa? Karena kita ikut, walaupun ikutnya di belakang. Ikutnya kita di belakang dengan para nabi, dengan para rasul, kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu harapan kita, ya. Mudah-mudahan yang mengadakan acara ini, ya, yang memperingati akan acara ini, mudah-mudahan semuanya itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala fadilah dan kelebihan yang saya sebutkan tadi. Dan mudah-mudahan kita doakan Ibu Ida dan anak beliau dan mama beliau dan keluarga besar beliau, ya, semuanya saudara-saudara beliau, anak kemanakan beliau, dan semuanya yang mengadakan acara ini, dan juga RT sekitar sini, ya, Pak RT, dan juga apa namanya tetangga-tetangga yang membantu, atau yang apa namanya memberikan tempat, atau mendoakan,
Ya, kita doakan mudah-mudahan semuanya kabul hajatnya, diluaskan rezekinya, dimudahkan urusannya, dan mudah-mudahan rumah tangganya dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan juga mudah-mudahan pekerjaannya selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan juga kita berdoa untuk kita semuanya yang hadir pada saat ini maupun yang menonton akan siaran ini. Mudah-mudahan dengan berkat Maulid Nabi, dengan berkat kita hadir di Maulid Nabi, mudah-mudahan segala hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, dan juga mudah-mudahan kita berdoa yang datang ke sini membawa keluhan akan rezekinya yang sempit, akan usahanya yang mapet, mudah-mudahan dengan berkat Maulid dagangannya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan pekerjaannya juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang datang ke sini membawa keluhan hutang, mudah-mudahan segala hutangnya diberikan kemudahan untuk melunaskannya. Dan juga yang datang ke sini membawa keluhan dalam keluhan rumah tangganya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di dalam rumah tangganya. Yang datang ke sini membawa akan satu cita-cita, yang mana cita-cita itu ingin mengarungi akan rumah tangga, ya, yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh yang soleh, yang cewek-cewek yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jodohnya yang saleh, imam yang saleh, dan mudah-mudahan insyaallah membawa untuk bersama-sama ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ala hadihin niyah wa ala niyatin salihah ala ma nawa bihi salafus salihun. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik salam ajmain. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jadatan bi ummi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan da maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma ahwin alaina fi sakratil maut wa najata minan nar wa la fa'ilna lisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iza hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik salam ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi sirri nabi wa bi sirri al-fatiha. Saya mewakili daripada Ibu Ida dan keluarga besar beliau mengucapkan kepada yang hadir.